أكبر، الله أكبر. 3/3/2013، تحرير مدرسة الشرطة بحلب. هذه هي مدرسة الشرطة. الله أكبر، الله أكبر، من قبل لواء الأنصار. الله أكبر، هذا هو مبنى القيادة في مدرسة الشرطة. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. هذا هو لواء راية لواء الأنصار ترفرف فوق مدرسة الشرطة بعد أن تم تحريرها من عصابات الجيش النظامي الغاشمة. الله أكبر، الله أكبر. هذا أحد المجاهدين الذين انتشروا في مدرسة الشرطة لتحريرها. السلام عليكم أخي المجاهد. السلام عليكم أخي، أحكي لنا عن فرحة الجيش الحر بتحرير المدرسة. الحمد لله رب العالمين، نصر وتحرير.